يشوفوك في ديما، وانا بيدي معناتها عندي فكره كبيره عليك، ديما تتردد على دار التجمع. شو تحب نتردد على سفاره امريكا؟ على سفاره فرنسا؟ نسال فيك شنو تعمل غد؟ شو نعمل غداك التجمع؟ تتردد باستمرار انت يعطيني على المكاتب على مكاتب المسؤولين. استنى خي تجمعي تجمعي في دار التجمع تقول له شو تعمل؟ لا انا ما نعرفش نسال فيك. تجمعي ما تتردد نسال فيك. ايش تعمل انت ما نتقبل؟ توا انا نسال. انا المرشح. شو تقبلنا في دار التجمع؟ اخي انت اذا شفتني كان ما تقبلني ساعي. واقف في جنب باب دار التجمع تحس داخل وخارج. علاش تتردد؟ عندك الكهرباء الطياره هذيك كومباند. علاش تتردد في؟ ولا كهرباء عندك؟ علاش؟ ولا فرحت. احنا ولادي. علاش تتردد على دار التجمع؟ يا ولدي خلينا نكملوا الحصه. يا علاش تتردد على دار التجمع؟ السؤال نعاودوا 10 مرات. نعرض مع طلبه التجمع. نعرض مع الشباب الدستوري. ايوه. باهي.